تاني واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك، وحشنا كتير يا كابتن اسامه، يا رب تكون كويس. الله يخليك، الحمد لله حبيبي. بخير، الله يكرمك. مباراه حاسمه للاهلي بكره، التعادل او الفوز يؤهلانه الى الدور المقبل، لكن شايف ازاي المواجهه بشكل عام بالظروف المحيطه بيها بكمان الاحتمالات بتاعتها؟ مفيش شك مواجهه هتبقى مواجهه صعبه، طبيعه الحال مباراه هتاهل احد طرفي الهلال او الاهلي، فأكيد هتبقى مباراة صعبة، ده مفيش شك في كده. أولا جماهير الهلال زي ما جماهير النادي الأهلي طبعا في مصر وتبقى متحمسة جدا للنادي الأهلي وتتمنى فوزه وتبقى متواجدة بكثافة في البطولات ديت. ألو؟ أيوه أنا سامعك يا كابتن، اتفضل. برضه نادي الهلال هتلاقي الملعب الاستاد متقفل، 60,000 متفرج، هيبقوا متحمسين جدا، عايزين فرقه الهلال توصل، ده طبيعي لان بقى لهم فترات طويله ما وصلوش للدور دوت. أيوة. المواجهه مع النادي الاهلي اللي هو بطل افريقيا، فهم هيبقى يتمنوا يكسبوا النادي الاهلي ويتاهلوا كمان على حسابه اللي هو بطل افريقيا. وانا اتذكر طبعا مباراه شهيره بالنسبه لنا احنا، يمكن دي المره الوحيده اللي الهلال وصل فيها نهائي ابطال 87، ابطال الدوري 87. وانا كنت يعني من الناس اللي مشاركه في هذه البطوله، وطبعا نجوم الجيل ده كله، وقدرنا نكسب 2-0 في القاهره، وكنا متعادلين في السودان 0-0 وخدنا البطوله. مظبوط، فاكيد دي ذكريات هتبقى موجوده يعني. فالمباراه صعبه بكل المقاييس، ولكن النادي الاهلي قادر بخبرات لعبته بتمرسهم في البطوله بلعبته الدوليين، قادر انه يكسب المباراه او يتعادل رغم صعوبتها، لكن يعني النادي الاهلي فريق متمرس في افريقيا، واعتقد انه ان شاء الله يقدر يحسم اللقاء لصالحه يعني باذن الله. طيب ممكن نحط كده يا كابتن اسامه مع بعض تشكيل متوقع للاهلي، او ايه الانسب الاهلي يلعب بيه بما انه عنده احتمال يكسب او يتعادل يتاهل؟ هو بص مفيش شك النادي الاهلي النتيجتين في صالحه، لكن ما اعتقدش انه هيكون تفكيره انه يلعب على التعادل بس، لان لو لعب على التعادل بس ممكن تكون ضرر ليه. صحيح هيبقى في اوقات بيتحفظ، لكن لازم يلعب على النتيجة الأولى وهي المكسب مع تأمين دفاعي كويس. فأنا أعتقد إنه التشكيل اللي مستر بايرن بيلعب بيه في معظم اللقاءات الأخيرة هتلاقي يعني على الأقل 8 أو 9 منه، يمكن 9 أو يمكن 10 كمان هيبقوا في الملعب. فأنا ما أعتقدش إن التشكيل هيختلف كتير قوي عن التشكيل الاخير اللي هو كان في النجم الساحلي، باستثناء يعني اقصاء لاعب او اثنين يعني اكيد هتلاقي اليو ديانج وعمرو السوليه في نص الملعب. هنلاقي قدامهم قفشه بيرجع اساسي ولا ممكن يريحوا؟ ممكن يلعب قفشه قدامهم، لان كانت يمكن دي واضحه في ماتش الهلال في ماتش النجم شويه. اللعيب اللي بينقل الكوره الخطيره البينيه للمهاجمين وكده ما كانش موجود بدرجة كبيرة. فممكن جدا قفشة يبدأ قدامهم، أو ممكن يبدأ بنفس الشكل. أيضا أعتقد هيبقى في دور كبير لوليد سليمان بخبرته الكبيرة، سواء ممكن هو يبدأ قدام إليو ديانج وعمرو السولية، أو في الجزء الأمامي اللي هم الثلاثة اللي هيبقوا قدام يعني. فأنا كهربا يبدأ أساسي يا كابتن، ولا شايف إنه يكون زي ما متعود الفترة اللي فاتت يبقى ورقة رابحة؟ أنا أعتقد إن كهربا، أعتقد من وجهة نظري إنه هيكون ورقة رابحة، لأن أنت عندك أجاييه أكيد هيلعب، أعتقد مروان محسن هيلعب، فهي هتبقى اختلاف واحد في عنصر أو عنصرين على الأكثر يعني. فأنا شايف إنه التشكيل مش هيبقى مختلف كتير قوي عن المباراة النجم الأخيرة يعني، حتى في الخط الخلفي يعني ممكن أحمد فتحي يلعب أو لأ، لكن مش هيبقى مختلف كتير عن التشكيل الأخير يعني. بإذن الله، أنا بشكرك كابتن أسامة، وإن شاء الله بكرة نكلمك نبارك لك على تأهل الأهلي إلى الدور المقبل. كابتن أسامة عرابي نجم النادي الأهلي.